السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وساعة الخير اللي تجمعنا بكم في هذه النافذة الصباحية اليومية الجميلة من برنامج الصباح رباح، وإليكم أبرز عناويننا لهذا اليوم. وزارة الثقافة والرياضة تنظم ملتقى المراكز الشبابية. الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد. حملة قول وفعل في مركز نماء. ومن عناويننا إلى طبعا من عناوين حلقتنا إلى عناوين صحفنا الصادرة صباح هذا اليوم. وأول صحيفة معنا اليوم هي صحيفة الشرق، في خبرها الأول: صاحب السمو يستقبل سفير كوريا في مكتبه بالديوان الأميري صباح أمس. والخبر الثاني في محليات جريدة الشرق: الشورى يناقش ارتفاع إيجار المحلات التجارية في جلسة برئاسة المحمود، تناولت أسباب المشكلة وقدمت مقترحات للحل. وعندي أيضا هذا الخبر الثالث من جريدة الشرق: مركز معيذر الصحي يستقبل المراجعين المسجلين الأحد إن شاء الله، والطاقة الاستيعابية تصل إلى 10,000 في السنة الأولى. وأيضا هناك افتتاح لمركز آخر هو مركز الوجبة الصحي، وإن شاء الله اللي سيتم تدشينه في الأول من مايو المقبل بإذن الله. طبعا تعد هذه النقلة للمركزين نوعية على مستوى الخدمات الصحية الشاملة في الدولة، للدور اللي إن شاء الله راح يلعبونه في تخفيف الضغط على المراكز الصحية في المنطقة الغربية. وعندي الآن جريدة العرب في خبرها الأول: العدل تمنح 14 قانونيا من الاقتصاد والتجارة ترخيص الموثق المفوض. وسعادة المهندي وزير العدل يؤكد مواكبة تطورات المجتمع في المجالات كافة. وعندي الخبر الثاني من جريدة العرب: تفعيل الابتسامة الجميلة بجميع المراكز الصحية نهاية 2018، و1,003 طفل استفادوا من الخدمات حتى الآن. طبعا المشروع يستهدف الأطفال من الولادة حتى الـ 12 من العمر، والسيدات أيضا الحوامل، من أجل توفير الخدمات الوقائية والعلاجية لهذه الفئة من المجتمع. كما أن المشروع يعمل بالشراكة مع عيادة الحمل وعيادة الطفل السليم. باقي الخبر أتركه لكم مشاهدينا. والخبر الثالث من جريدة العرب: إدخال أنظمة تعقيم للمياه في المراكز الصحية وتدشين عيادة الموظفين نهاية 2018. هذا ما كشفت عنه الدكتورة أسماء النعيمي استشارية طب المجتمع والمدير التنفيذي للصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالوكالة، عن إدخال هذه الأنظمة وأيضا عن وضع حلول لما يقارب 13 إصابة عمل خلال 2017. لافتة إلى أن الإدارة قامت بفحص 700 طفاية حريق مرتين بالسنة في المراكز الصحية، و24 نظام إنذار للحريق تفحص سنويا بمعدل نظام لكل مركز صحي. الآن عندي جريدة الراية في خبرها الأول: استشارية المعلمين تقترح تخفيف نصاب الحصص الأسبوعي لتأثيرها السلبي على أدائهم داخل الصف. والخبر الثاني من الراية: مراجعة أكاديمية شاملة مراجعة أكاديمية شاملة لبرنامج المتطلبات العامة في الجامعة. في أول حوار لها دكتورة رنا صبح: طرح مقررات جديدة بكافة الكليات تناسب التوجهات الاستراتيجية للدولة، وخصوصا في مواضيع حيوية مثل ريادة الأعمال والابتكار والأمن السبراني وتنمية المواهب وبناء القدرات والصحة العامة والثقافة الرقمية وغيرها. والخبر الأخير من جريدة الراية: الاستديو المفتوح يحتضن إبداعات 18 فناناً بمطافع، ينطلق غداً للتعرف على منتسبي برنامج
الإقامة وفرصة للجمهور أن يعني يقابلون فيها الفنانين وجها لوجه وتحدث معهم وتعرف على تجاربهم وتطلعاتهم الفنية. الآن عندنا جريدة الوطن. جريدة الوطن في خبرها الأول: جامعة قطر وقطر الخيرية تطلقان تحدي رفقاء تهدف لكفالة 1000 يتيم، وهذا الخبر بالصور وأيضا التفاصيل متروكة لكم مشاهدينا الكرام. والخبر الثاني من الوطن: اعتماد العربية في برنامج الماجستير لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة القطريين بكلية التربية. طبعا هناك تقدم كلية التربية 3 برامج للماجستير: ماجستير القيادة التربوية، وماجستير التربية الخاصة، وماجستير المناهج والتدريس والتقييم. أما في الوطن الاقتصادي والخبر الثالث: انطلاق جولة الحراك الاقتصادي في أمريكا، وفد رسمي يترأسه وزير الاقتصاد لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي. أما جريدتنا الأخيرة هي جريدة الوسيل، في خبرها الأول: قطر غاز توقع مذكرة تفاهم مع هيئة توليد الكهرباء التايلندية وتحديد أفضل الممارسات في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وخبر ما قبل الأخير: احتياطات تكفينا للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى. هذا ما أكده سعادة الشيخ عبدالله بن سعود الثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وعندنا الخبر الأخير: المؤشر العام يرتفع 0.7% إلى 8729 نقطة و1.15 مليار ريال مكاسب سوقية. وكان هذا آخر خبر من صحفنا لهذا اليوم. والآن مشاهدينا نروح معاكم من صحفنا إلى جامعة قطر مع نديبنا غانم المعاديد اللي بينقل لنا عن تفاصيل ملتقى المراكز الشبابية. صباحك الله بالخير يا غانم، والكلمة عندك. صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا ومرحبا فيكم، اصبح عليكم بالخير من جامعة قطر، تحديدا من كلية الإدارة والاقتصاد، حيث يجرى في هذه الأثناء برعاية وزارة الثقافة والرياضة ملتقى المراكز الشبابية 2018. تم الافتتاح اليوم من نص ساعة تقريبا، الساعة 9:30، وايضا في نفس الوقت طبعا بحضور وتواجد وزير الثقافة والرياضة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وايضا رئيس جامعة قطر الدكتور حسن الدرهم. لتفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام، وأيضا عن مشاركة المراكز الشبابية في مثل هذه الملتقيات، نتطلع عن مشاركتهم، وأيضا راح نتطلع ونتعرف أيضا عن أنواع الأنشطة وأنواع المشاركات اللي متواجدة عندهم. نبدأ بهذا البوث ومن عند جمعية بيوت الشباب القطرية. يا أهلا ومرحبا فيك، الله يصبحك بالخير. صبحك الله بالنور أخوي غانم، يا أهلا وسهلا فيك. طبعا نعرف باسمك، معاي أخوي طبعا محمد شاهين، رئيس قسم مبادرات في بيوت الشباب القطرية. يا مرحبا بك. يا هلا وسهلا فيك. في البداية طبعا نبي نتعرف عن مشاركتكم كمركز شبابي في مثل هذه الملتقيات وفي ملتقى المراكز الشبابية 2018. طبعا هدفنا كإحنا كبيوت شباب من مشاركتنا أن نتعرف بأهداف المركز ونشاطات المركز، وبالذات مبادرات المركز بيوت الشباب القطرية، أن إحنا في الأخير نحن نشجع الشباب أن يكونوا جزء من هالمراكز الشبابية، وفي نفس الوقت تنفيذ مبادراتنا اللي تهدف لخدمة السياحة أو تعزيز السياحة الداخلية في دولة قطر. فالشباب حلو ان انت اذا تعرف عن بلادك لازم يكون من هالبلاد شبابها، فهاي شيء نحن من اهداف ان احنا تواجدنا في الملتقى. حلو، شيء طيب. الانشطه اللي موجوده في جعبتكم الانشطه، وايضا نبي نقول الامور اللي انتم تحاولون ان انتم تروجونها للشباب، الامور اللي انتم في محاوله لجذب الشباب للمشاركه فيها. طبعا نحن عندنا مبادرات مختلفه، هالمبادرات متنوعه بشكل كبير بس تخدم هدف السياحه بشكل اكبر. فنحن نستقطب الشباب انهم يكونون من ضمن تجهيز هذه الفعاليات، نكسبهم مهارات متعدده، بس مو مجرد انه ينفذ فعاليه وفقط، لا، راح يكتسب فيها مهارات قياديه وتخطيط وهالامور هذه. فمن هالناحيه نحن نستقطب الشباب، فحياكم، نقول لهم تعالوا وشوفوا انشطتنا اللي تهدف بشكل كبير تعريف بقطر، تعريف معالم سياحيه في قطر،
فهالشيء حلو ان احنا نستقطب عدد كبير من الشباب، وعندنا ما شاء الله شباب طموحين وقياديين ومبادرين بدرجه كبيره، وهذا اللي احنا نطمح لنا في استقطابه لنا في المشاركات هذه باذن الله. عشان نعرف بس الجمهور ومشاهدين قناه ريان بالفئه المستهدفه، من اللي يقدر يشارك وياكم في مثل هذه الانشطه؟ طبعا فئه الشباب احنا نحاول نحن نستقطبهم، هي الفئة اللي نحن حتى نحن تواجدنا في الملتقى نسبة كبيرة من الشباب يكونون في الجامعة، من طلاب الجامعة، وطلاب الجامعة هي المرحلة اللي هي تكوين شخصية، فحلو هذه الأشياء نحن نساعد في تكوين شخصيتهم، تكوين شخصيتهم القيادية، تكوين شخصيتهم المجتمعية، نربطها بالمجتمع أكثر من خلال مبادراتنا وأهدافنا وأنشطاتنا اللي موجودة. أخوي محمد شاهين رئيس قسم مبادرات في بيوت الشباب القطرية، طبعاً أبارك لكم هذه الجهود وأتمنى لكم التوفيق ومن تقدم إلى تقدم، وأيضاً أتمنى لكم الازدهار في مثل هذه المبادرات. الله يجزاك إن شاء الله خير، وإن شاء الله لنا بعد فعاليات ثانية مختلفة تخدم الشباب القطري بدرجة الأولى، تخدم مجتمعهم إن شاء الله. بإذن الله، إن شاء الله، الله يعطيك العافية. إذن مشاهدينا الكرام، من بيوت الشباب القطرية إلى المركز الإعلامي للشباب، البوث المقابل، يا مرحبا بك أخوي عيسى عبد الله. يا هلا ومرحبا فيك أخوي غانم. طبعاً أرحب أخوي عيسى عبد الله رئيس وحدة التخطيط والبرامج في المركز الإعلامي للشباب، كلمنا عن مشاركتكم في مثل هذه الملتقيات. اليوم نشارك في ملتقى المراكز الشبابية في جامعة قطر كمركز إعلامي شبابي مهتم في المجال الإعلامي وخاصة في التواصل الاجتماعي. طبعا تواجدنا اليوم مهم جدا 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 لطلبة الجامعة، لأن هذه مثل هذه المراكز أصلا تأسست لخدمة الشباب، لخدمة الطلاب. طبعا اليوم راح يعني نقدم لهم مجموعة من الأمور أو الخدمات اللي يقدمها مثل هذه المراكز. أولها هو فتح باب التطوع لطلبة الجامعة لأخ ساعات تطوعية وخبرة عمل في هذا المركز الشبابي، ومن ثم استقطاب المبادرات الشبابية اللي هي في المجال الإعلامي في السوشيال ميديا، أيضا المشاريع التابعة لكلية الإعلام اللي هي للطلبة، ومن ثم أيضا تسجيل الطلاب في الورش والدورات الملتقيات الندوات اللي يقوم أو يقدمها المركز الإعلامي للشباب. الأنشطة الأخرى، طبعا احنا تكلمنا عن استهدافكم لفئة الشباب المتواجدين في طلاب الجامعة، لكن أيضا عندكم أنشطة كثيرة، أنشطة متعددة، هل أيضا في فئة مستهدفة غير فئة طلاب الجامعة؟ المركز الإعلامي للشباب يهتم في الفئة العمرية أو يركز على الفئة العمرية من 15 سنة فما فوق. طبعا عندنا المركز اللي هو في الدفنه، دائما الابواب مفتوحه، يقدم مجموعه من الورش الدورات الندوات سواء كان داخل المركز او بتعاون مع المراكز الشبابيه اللي هي تابعه لوزاره الثقافه والرياضه وايضا الجهات المهتمه في هذا المجال في الدوله. اهميه هذا الملتقى ومثل هذه الملتقيات اللي تنظمها وزاره الثقافه، اهميه هذه الملتقيات على الصعيد الاعلامي، على الصعيد التطوعي، على صعيدكم انتم كمراكز شبابيه. مثل هذا الملتقى مهم جدا جدا لطلبة الجامعة ولشبابنا في قطر، لأن هذه المراكز كلها اللي أسستها وزارة الثقافة والرياضة هي لخدمة الشباب. وجودنا اليوم في الحرم الجامعي وفي الملتقى المراكز الشبابية هو دعوة للشباب للالتحاق في هذه المراكز، ليس فقط المركز الإعلامي للشباب. اليوم معانا 26 مركز، هذا 26 مركز أسس للشباب، يقدم خدمات متنوعة، يقدم برامج متنوعة. احنا اليوم نقدم لهم هذه المراكز، نعرفهم على هذه المراكز، نحاول ان احنا نستقطبهم لهذه المراكز ليكونون جزء من هذه المراكز، ليس فقط انهم يعني يستفيد منها كزائر للمركز، انما انه هو يكون جزء لا يتجزأ من هذا المركز، لان هذا المركز في الاساس تؤسس عشانه، يقدم له خدمات وايضا ياخذ منه خبره. سؤالي الأخير قبل الختام، حجم مشاركة الشباب في هذا الملتقى ومشاركتهم ايضا وياكم في الامور التطوعية؟ اليوم مثل ما قلنا موجود 26 مركز شبابي تابع لوزارة الثقافة والرياضة، طبعا معظم الكادر موجود معنا اليوم هم من المتطوعين، كانوا موجودين معنا منذ تأسيس المركز. طبعا المركز هذا يعتبر من المراكز الجديدة، تأسس تقريبا في بداية 2017، حاليا هذا هو العام الثاني لنا. نحاول ان احنا نستقطب منتسبين اكثر، متطوعين اكثر، المهتمين في المجال الاعلامي، نقدم لهم مجموعه من الورش والدورات، نحاول نصقل الشباب القطري في مجال الاعلام، الاعلام الاجتماعي، عمليه التغريد، كيف يعني اتحدث امام وسائل التواصل الاجتماعي، وان شاء الله يعني نحاول ان احنا نستقطب اكبر عدد ممكن يعني خلال تواجدنا في ملتقى الجامعه. ان شاء الله اخوي عيسى عبد الله، الله يعطيكم العافيه، واحنا ايضا
ايضا في قناه الريان نثمن مثل هذه الجهود، ونتمنى لكم التوفيق والازدهار باذن الله. يا هلا ومرحبا فيك ويعطيكم العافيه. يا مرحبا. اذا مشاهدينا الكرام، هذا اللي موجود عندي في ملتقى المراكز الشبابيه وملتقى الشباب 2018 برعايه وزاره الثقافه والرياضه، والذي يستهدف جميع الفئات بدءا ايضا من فئات الشباب وفئات طلاب الجامعه. هذا اللي موجود عندي، ننتقل للاستديو. صباح رباح، كلمه عندك. شكرا غانم، وشكر ايضا موصول لكل الضيوف، وطبعا نبارك هذه التظاهره الثقافيه وهذا الملتقى الشبابي، والدعوه ما زالت مفتوحه سواء كانت لمن هم خارج جامعه قطر او لطلاب جامعه قطر، والله يوفقهم ان شاء الله. طبعا من هذه التغطيه نطلع معاكم هذا الفصل مشاهدينا، ومن بعدها نكمل ما تبقى من برنامجنا صباح رباح. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل وعلوم الجو، واليوم عندنا بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، نظم نادي الصحة النفسية بجامعة قطر فعالية للتعريف باضطراب طيف التوحد. خلونا نتعرف على تفاصيلها في سياق هذا التقرير. نظم نادي الصحة النفسية بجامعة قطر صن فعالية اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد، وذلك بمشاركة عدد من المراكز والجمعيات المختصة. اليوم عندنا اليوم التوحد العالمي، اللي هو ان احنا هدفنا ان نوعي الناس في الصحه النفسيه، وكانت الفعاليه اليوم تتكلم عن اسباب التوحد وكيفيه التعامل مع اطفال التوحد والطرق التواصل مع الاخرين. واحنا هدفنا في النادي ان احنا نوعي المجتمع في الصحه النفسيه، ونرشدهم الى تنظيم فعاليات ثقافيه وتوعويه لرؤيه 2030. جت مشاركه جمعيه الصحه النفسيه
هذا السنة في اليوم العالمي للتوحد، لأن تهمنا إحنا نسمع ودتكم جمعية أصغر الصحة النفسية أي مشاركة مجتمعية تكون موجودة فيها، وخاصة المصابين مثلا بالتوحد. إحنا المصابين بالتوحد لما نوفر لهم بيئة نفسية طيبة وتكون نفسيتهم الصحة النفسية عندهم عالية، بيكون طبعا أداهم أفضل، بيكونوا مرتاحين أكثر. عشان كذا الجمعية متواجدة اليوم في جامعة قطر مع نادي صن للصحة النفسية تشاركهم في هذه الفعالية. تهدف الفعالية إلى مشاركة الطلاب في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد ونشر الوعي باضطراب طيف التوحد للمجتمع الطلابي، بالإضافة إلى تزويدهم بمعرفة أهم المراكز والجمعيات المتعلقة باضطراب طيف التوحد في المجتمع القطري. ومشاهدينا، من هذا التقرير عن التوحد للمزيد أكثر في الموضوع، وتحديدا مثل ما تعرفون في عام 2007 اختارت منظمة الصحة العالمية 2 أبريل من كل عام ليكون يوم عالمي لمرضى التوحد، وذلك بهدف التعريف به اللي هو بمرض التوحد وأسبابه وطرق علاجه. معنا في الاستديو الدكتورة نوف محمد الصديقي، ممثلة وزارة الصحة في الخطة الوطنية للتوحد. يا هلا ومرحبا فيك، وشرفتينا في الصباح رباح. والله أنا اللي متشرفة أكثر، ويسعدني دائما أن أتواجد في قناتنا قناة الريان، وأشكر لكم دائما دوركم الجميل معنا وتواصلكم الجميل معنا. أكيد، وهذا التواصل لا يبرز ولا يظهر إلا بوجودكم، وفي نفس الوقت لإفادة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بما أن العالم قاعد يحتفل بيوم التوحد في 2 أبريل، ولا يخفى التوحد على حد، كون أنه خلاص صار واقع من عيالنا أو أخواننا بهاتنا، وإحنا قاعدين عايشينه ومعاصرينه. لو بغيت أسأل وأقول طبيعة مرض التوحد نبدأ بسيطة عنه. خليني بس أصحح المفهوم. لا زال الناس يطلقون عليه مرض ويعتقدون وهو ليس بمرض. وهو ليس بمرض، هو اضطراب. اضطراب. الفرق بين المرض والاضطراب أن الاضطراب موجود فيه سلوكيات ومشاكل ذهنية تقع في حالات أفراد التوحد، لكن المرض خلافه، يكون فيه حاجات جسدية أو أعراض جسدية وأعراض مؤلمة ممكن الأطباء يشتغلون عليها ويعالجونها. التوحد يظهر مظهر مختلف ومتعدد، لذلك سموه طيف التوحد. أهمها أنه يظهر سلوكيات مختلفة ومضطربة، عدم قدرة على التواصل مع المحيط مع الأفراد، صعوبات في الكلام والنطق، صعوبات أيضا في التعامل مع البيئة المحيطة من إضاءة أصوات، يسمونها التكامل الحسي. الشخص يكون حساس حتى حق اللمسة، فالشغلات هذه كلها تخلي الواحد ما يقدر يتواصل مع بيئته، ما يقدر يتعلم أيضا بصورة مثل الأشخاص الآخرين بالمجتمع، فيكون عنده صعوبات تعلم وتأخر في التعلم، مما يضطر الأهالي إلى اللجوء إلى العديد من الاختصاصيين، سواء في التعليم ولا بالصحة، على أساس أنهم يقدرون يتواصلون أو يساعدون أبنائهم. بما أن هناك في قنوات ممكن فعلاً أن أولياء الأمور والمعنيين في الموضوع باضطراب التوحد وليس مرض، قادرين أن هم يتواصلون معهم ويعطونهم مثلاً الوسائل أو الأساليب. نوعية هذه الوسائل والأساليب اللي يعني ممكن تكون أيضاً بعد مدعومة بالفعاليات والأنشطة المختلفة اللي تقيمها الدولة، هذا شلون شكلها؟ خليني أبدأ وأتكلم عن دورنا إحنا كوزارة الصحة العامة. طبعاً إحنا هدفنا تحسين حياة الأفراد اللي لديهم التوحد، وتحسين أيضاً وتمكين أهاليهم. طبعاً دورنا يبرز في وضع التوحد على قائمة الحاجات اللي إحنا راح نطورها خلال السنين الجاية. ذات الأولوية. ذات الأولوية، إيه نعم. وزيرة الصحة دكتورة حنان الكواري، سعادة الوزيرة دشنت خلال الأيام اللي فاتت بالذات يوم 25 مارس الاستراتيجية الوطنية للصحة، وتم إدراج أفراد التوحد خلالها ليتم تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بالدولة.
أيضا هنالك دور اللجنة الوطنية للتوحد اللي رأسها سعادة الدكتور صالح بن علي المري وهو مساعد الوزير للشؤون الصحية. هاللجنة هذه دورها أنها تمكن الأفراد والأعضاء كلهم من تطوير الخدمات المقدمة في جميع الوزارات. إذن عندنا ممثلين من وزارات عديدة بالدولة، نحاول من خلال مثلا التعليم، الثقافة والرياضة، ممثلين من وزارة المواصلات، ممثل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى دورنا إحنا القيادي في وزارة الصحة، نحاول إن إحنا نقعد على طاولة واحدة ونتناقش وننقل لكل وزارة شنو الحاجات اللي يحتاجها الأفراد. طبعا معانا ممثل لأهالي الأفراد اللي عندهم توحد، وطبعا دورهم كبير، الأهالي جدا داعمين لدور الدولة، حابين أن يشاركون رأيهم، حابين أن ينقلون صوتهم، شنو الحاجات اللي هم يواجهونها، المشاكل اللي يواجهونها والصعوبات، واللي يبون الدولة تشتغل معهم يعني بما يدا بيد عليها. أكيد، يعني بما أن هناك معاكم حد من الأهالي وذكرتي كلمة التمكين كذا مرة، جاء شعار اليوم العالمي للتوحد في هذا العام تمكين النساء والفتيات من المصابات يعني بالتوحد، فما أهمية ذلك بالنسبة لكم؟ طبعا الشيخة موزة في 2007 قدمت دعم كبير للحملة التوعوية الخاصة واللي تنادي باليوم العالمي للتوحد. نعم. السنة هذه الأمم المتحدة حابة أنها تبرز دور النساء. نعم. اللي عندهم توحد. نعم. طبعا المفهوم العام أن الأولاد عندهم حالات توحد أكثر من البنات. وفعلا النسب العالمية المسجلة تثبت ذلك، لكن في الفترة الأخيرة تم إبراز ظهور الفتيات والنساء اللاتي لديهم توحد. طبعا في الغرب في مشاكل كثيرة تصادف الفتيات إذا كان ما عندهم إدراك وعدم دمج في المجتمع. هذه يرجع لوجود حاجات أخرى في المجتمعات الغربية. أنت عارفة هناك في عنصرية، في تفرقة موجودة عندهم، لكن إحنا الحمد لله في مجتمعاتنا العربية والمسلمة الفتيات لهم دور كبير وممكنين من قبل الشريعة الإسلامية ومن قبل حكومتنا الرشيدة. أكيد، ومحفوفين من قبل أهلهم. نعم صحيح. هل هناك إحصائيات عن بعدد مرضى التوحد في قطر؟ طبعا الإحصائيات لحد الحين مش دقيقة، لكن في إحصائية جدا احنا معتمدين عليها تقوم فيها جامعة حمد بن خليفة، راح تقدم ورقة بحثية في الورشة المقامة إن شاء الله يوم 29-30 أبريل. نعم. 1 مايو الورشة هذه تنظمها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسات صحية. نعم. مثل مؤسسة حمد الطبية، الرعاية الأولية، سدرة للطب، وأيضا جامعة حمد بن خليفة، أيضا معانا مؤسسة مدى للتكنولوجيا. نعم. نعم. وطبعا مركز الشفلح. الورشة راح تبرز إحصائيات مثل هذه أو آخر نسب اللي توصلت لها الدراسة البحثية. نعم. المقامة في جامعة حمد بن خليفة. وأيضا في الورشة الهدف منها استقطاب أهالي أفراد التوحد. نعم. سواء كانوا أطفال ولا كبار. نعم. إحنا راح ندعوهم إن شاء الله للمشاركة، وذلك للتثقيف والتدريب. الورشة تطبيقية وتدريبية، راح تكون مع خبراء وممارسين صحيين. نعم. وأيضا تعليميين، وبالإضافة إلى الممارسين الصحيين من أطباء وكادر. أكيد. ممرضين كل من هو معني بالتوحد. نعم. بالتوحد ليتعرف على كيفية التعامل. بما أن هذا الاهتمام موجود وله هذا الثقل الكبير، هل هناك من علاج دكتورة لاضطراب التوحد؟ طبعا لأني طبيبة يعني تنهدتي دكتورة. أي نعم، أي نعم. أختي، لأن هاي السؤال اللي يشغل بال كل أهالي التوحد أو أهالي أفراد التوحد. راح أبدأ بكلام رب العالمين. قال الله تعالى: وإذا مرضت
وإذا مرضت فهو يشفيني. فهو يشفيني، نعم. فالشفاء بما أن رب العالمين موجود، الشفاء عند رب العالمين، الأمل موجود، والأمل موجود، نعم. وكل الجهات في حكومتنا الرشيدة على قدم وساق، يعني موجهة كل طاقاتها لتحسين حياة الأفراد. الأهالي دورهم كبير في توعية الجمهور، في خلق ثقافة إدماج الناس المختلفين مثل أطفالهم وعيالهم. والأمل موجود، لكن العلاج مش متوفر حالياً. ما في علاج أقدر أعطيه أفراد التوحد وأقول اليوم الثاني، نعم، راح يكون أفضل، نعم. الموضوع راح يستمر طول حياته، راح يتدرب وتكون له تعليم خاص وأسلوب خاص معيشي، وإن شاء الله كلنا يداً بيد راح نمكن الأفراد هذيلا عشان يكونون مستقبلاً جزء فعالين جزء كبير في المجتمع، نعم. مجتمعنا أكيد، والدولة أكيد لن تدخر جهداً في هذا الموضوع، ومثل ما قلتي كلنا يداً بيد. حابة أشكركم بصراحة، يعني دوركم كبير، الإعلام أكيد وقناة الريان شاكرة لها دائماً جهودها في إبراز، نعم، التوعية لأفراد التوحد. نعم، واجب يعني الكل مثل ما قلتي، ولا نستثني يعني أي جهة من الجهات، ومثل ما قلتي قطر تستحق الأفضل. نعم. فيعطيك العافية دكتورة نوف صديقي، أثريتينا في هذا الصباح. يسعدني دائما. الله يسلمك، وإن شاء الله نلتقيك في مقابلات أخرى بإذن الواحد الأحد. شكرا. ومشاهدينا، من اليوم العالمي لاضطراب التوحد إلى فعالية دريمة، واللي احنا معاهم أيضا دوم مو بيوم، نتابعهم في هذا التقرير. يواصل مركز رعاية الأيتام دريمة فعاليات يوم دريمة 2018 تحت شعار معاكم دوم مو بيوم، حيث تم تنظيم فعالية هذا الأسبوع في حديقة متحف الفن الإسلامي. وقد تضمنت هذه الفعالية العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تستهدف تقوية الروابط الاجتماعية مع الأطفال الأيتام وتمكينهم من المساهمة الفعالة في المجتمع من أجل القيام بدورهم التكاملي مع باقي الفئات لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة. فعاليتنا انطلقت من كتارة، وحنا حاليا في متحف الفن الإسلامي، ففعاليتنا إن شاء الله يعني مستمرة لغاية 6/4، وإن شاء الله راح تكون في اللؤلؤة مدينة السنترال. التجاوب جدا ممتاز ما شاء الله، يعني الناس مشاركتهم سواء بالعائلات والأهالي والأطفال، إقبال كبير على الفعالية نفسها. احنا هدفنا احنا عندنا تعزيز قدرات اليتيم، وعندنا تمكين اليتيم، وهمنا يعني احنا نعرف الناس ان اليتيم ما يكون مثلا هو وحيد في المجتمع. فعالية يوم دريمة التي تنظم بالتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم العربي تقام كل يوم جمعة على مدى 3 أسابيع، وذلك في مواقع مختلفة بالدوحة. ومن هذا التقرير مشاهدينا نطلع معاكم هذا الفصل الأخير في حلقتنا لليوم، ومن بعدها بنتعرف على حفل تدشين حملة قول وفعل 2030. خلكم معنا.
نرحب بكم مشاهدينا مجددا، ونتوجه الآن معاكم لمركز الإنماء الاجتماعي ونتابع تدشين حملة قول وفعل 2030 مع النديب سلطان العنعيمي. صبحك الله بالخير يا سلطان. صبحك الله بالخير اختي حصة، صبحكم الله بالخير عليك وعلى مشاهدينك ومستمعين قناة الريان الكرام. متواجدين معاكم في مركز الإنماء الاجتماعي نماء، وهو أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، حيث سيتم تدشين حملة قول وفعل 2030. للحديث أكثر عن هذه الحملة معانا السيد حمد المري، مدير إدارة التوعية المجتمعية. أهلا ومرحبا فيك أخوي حمد. يا مرحبا، الله يحييك ويحيي أختنا حصة ومشاهدي قناة الريان وبرنامج الصباح رباح، الله يحييكم في محلكم الثاني ولو بغريب عليكم، والله دائما تغطيات أي شيء يهم المجتمع. جزاكم الله خير وبيض الله وجهكم. الله يرحم والديك، وهذا واجب وأقل من واجب هذا عملنا، الله يسلمك. لو تقول لنا وتعطينا فكرة تعريفية عن هذه الحملة وبرنامجها وآلية عملها. طبعا الحملة هي حملة توعوية تستهدف فئة الشباب، تتراوح أعمارهم من 13 إلى 45، الفئة اللي استهدفها المركز. هي عبارة عن حملة توعوية عن زيادة وعي الشباب عن مساهمتهم في تحقيق رؤية قطر 2030. طبعا مثل ما احنا عارفين كلنا الحكومة ما قصرت، ما تخلو خطابات سمو الأمير الله يحفظه من تشجيع الشباب، من أهمية دور الشباب في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. طبعا المركز ارتاع أن يقوم بهذه الحملة، الحملة لأول مرة تقام في مجتمعنا، نتمنى إن شاء الله أنها تحقق أهدافها. نبرز دور الشباب، نزيد وعي الشباب بالمساهمة. طبعا رؤية قطر 2030 يجب أن يوقف وراها شباب يساندون أو يبرزون دورهم في 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 تحقيق هذه الرؤية. نتمنى إن شاء الله، وإحنا دائما مثل ما تعودنا الشباب القطري كامل، يعني سواء كان قطريين أو من أخوان المقيمين، ما في شيء صعب عليهم، بالعكس وجودهم بارز، ونتمنى إن شاء الله من يضاعفون هذه الجهود لإبراز دورهم في المساهمة في تحقيق رؤية قطر. أخوي حمد، الحين حملة قول وفعل، إيش الأهداف اللي فيها أو إيش الأهداف اللي أنتوا تأملون في تحقيقها من خلال هذه الحملة؟ أول شيء بنتكلم عن قول وفعل. قول وفعل طبعا تم اختيار هذا الاسم من روح الهوية القطرية. احنا دائما نقول دائما الشقردي، مثل ما نقول الشاب اللي عنده طموح وعنده روح الحماس وعنده، دائما يسمونه الشقردي اللي دائما يقول ويفعل. احنا طبعا هذا بالنسبة للشباب تحدي، لازم يكون الشباب لازم يكون عندهم الوعي الزايد، بأن لازم يكون لهم دور في هذا المساهمة، لازم يكون لهم، لازم الشاب يبرز دوره. طبعا لو بنتكلم عن رؤية قطر 2030، الرؤية لها تعريف ولها ركائز. ركائز هذه الرؤية هي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية. ما تخلو أي شاب من شباب المجتمع، تخلو حياته من هذه، لازم يكون له دور في هذه الركائز، ما وضعت عبث هذه الركائز. وإحنا حابين أن الشاب أن يوظف وجوده في هذه الركيزة بدور يناسب تحقيق هذه الرؤية، المساهمة في تحقيق هذه الرؤية. هذا طبعا بالنسبة للشباب، بس دورنا لازم يكون زيادة وعي عن شلون يوظفون حياتهم الطبيعية في هذا. طبعا الحملة مدتها مدة شهر، طبعا جزئيات الحملة هذه مدة شهر، 4 أسابيع، كل أسبوع يتحدث عن ركيزة معينة. كل ركيزة في خلال الأسبوع هذا في وسائل حديثة تستخدم إن شاء الله، بيتم الإعلان عنها في كل أسبوع. فيها رسائل توعوية عن شلون الشاب يبرز دوره، شلون الشاب يكون عنصر مساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. في نهاية الأسبوع هناك طبعا في مسابقة خلال الأسبوع كامل، كل شاب ساهم في هذا المجال يصور، يرسل مقطع فيديو مدة دقيقة عن دوره في المساهمة في هذه تحقيق الرؤية. هناك لجنة مختصة تفرز هذه المشاركين، ويكون ضمن المشاركين هذا فائز واحد، الفائز بيحصل على إن شاء الله جائزة طيبة، وبيحصل على جائزة تحفيزية تعتبر، ولكن مساهمتهم هي بالنسبة لنا أكبر هدف وأكبر فوز لنا. أخوي حمد، لو تقول لنا كم تقريبا إلى الآن اللي متفاعلين معاكم
في هذه الحملة؟ أرقام يعني تغريبية خلنا نقول. شوف احنا لحد الحين يعني احنا يمكن بدينا بالأسلوب التشويقي من كم يوم، كنت تقريبا من 4 أيام، اليوم بدنا طلعنا فعليا وأعلننا عن اسم الحملة وأعلننا عن أهداف الحملة وعن مسابقة الحملة. طبعا احنا بس يعني هدفنا اللي احنا مستهدفين كل الشباب اللي موجودين في قطر بغض النظر سواء كان قطري أو من أخوان المقيمين، احنا نفتخر بهم للأمانة، وان شاء الله نتمنى احنا نوصل لاكبر عدد ان شاء الله نشر ان شاء الله. اخوي حمد، توقعاتك لحمله جولف؟ والله التوقع ان شاء الله الطموح وسقف الطموح عالي جدا، واحنا نراهن على هذا الشباب، انه الشباب هذول شباب هم الركائز اللي دائما يعني نحط الامل بالله سبحانه وتعالى ثم بهم انهم ان شاء الله يحققون اهدافنا. الشباب قطر دائما مبدعين في كل المجالات للامانه، يعني بغض النظر عن الحملة والشيء، في كل شيء تلقى دائما شباب قطر دائما ما يرضون إلا بالصدارة. شكرا لك أخوي حمد. شكرا، الله يحفظك طول عمرك سنة. شكرا قناة الريان. عفوا. أعزائي المشاهدين، كان معنا حمد المري مدير إدارة التوعية المجتمعية. أنتوا كفو وأنتوا قدها، وهذه الحملة اسمها قول وفعل. قال سمو الأمير الله يحفظه: قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وأنتم قدها وقدود، وتقدرون تسوون وتساعدون وتنجحون أي حملة تطلع من أي مركز يمثل قطر أو يساعد على نشر توعوي في قطر. هذا كل اللي عندنا، ونرجع لك الاستوديو. شكراً سلطان، وشكر أيضاً موصول للضيف الكريم. ومشاهدينا الآن معكم في جلستنا الحوارية الثانية في استوديو صباح رباح، بنتكلم عن الهدية، وهي سنة نبوية ومظهر حب، مبعث سعادة. من ما يحب الهدية؟ تقرب القلوب وتصافي الانفس، وايضا تنشر المحبه بين الناس، والهديه من هديه صلى الله عليه وسلم، واللي حظ عليها ايضا وقال تهادوا تحابوا. طبعا بنتكلم عن اهميتها وكيف انها تعزز هذه العلاقات. معنا هديتنا هذا الصباح الداعيه شيخه المفتاح، مسؤوله علاقات المحسنات في قطر الخيريه. ويا هلا مرحبا فيك، ان شاء الله شرفتينا الصباح رباح. الله يشرف مرحبا. مثل ما قلت في المقدمه، الهديه نهج نبوي. نعم. اهميه هذا النهج النبوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد المرسلين واله وصحبه اجمعين. مثل ما قلت يا حبيبنا، يعني يقول تهادوا تحبوا، يعني نعم. هو رمز حي للود بين الناس. صحيح. يعني يتذكرون ونتذكرون بهاي الهدية. فالهدية يعني لها فعل وتأثير يعني عميق وسحري يعني بين الناس. صحيح. تزيد المودة والترابط والمحبة، يمكن تقضي حتى على الشحناء وعلى الخلافات. طبعاً. على شيء يعني، وتزيد التواصل بين الناس يعني. أكيد، وتلعب أيضا دور كبير في تعزيز العلاقات الاجتماعية. نعم. يعني ممكن تكون هذه العلاقات الاجتماعية مثلا على صعيد الزوجين، إيش ممكن مثلا تقولين في هذه؟ إيه طبعا، يعني أهم شيء صلة الأرحام اللي هي بين الزوجين، فالتواد. نعم. ما بينهم يعني يجعل حياتهم أحسن، يعني يزيل ما بينهم الخلافات، يجعل يعني رصيد المحبة يزيد ما بينهم. وهذا الاستثمار الحقيقي والاستثمار الاجتماعي في نفس الوقت، هاي بينعكس على الأبناء. صحيح. يعني لما الأبناء يشوفون الود والمحبة بين الأبوين ويتذكرون يعني تذكرون بعضهم في المناسبات، ليس بالمبالغة يعني. أكيد هو حلو بعد يعني نحن إيه؟ لكن التهادي بين الزوجين جميل. والتهادي بين يعني الكل جميل، الهدية حلوة يعني. صحيح. تأخذ بالقلب والعقل والسمع يعني وكل. تقولي لي. أيضا حتى أستاذة، يعني لو إحنا لما مثلا الزوجين أو الأبوين لما يهادون بعضهم البعض، ممكن هذه الممارسة هذه تصير أمام الأطفال، أمام. نعم. الأولاد، على أساس أنه بالفعل. نعم. تنطبع عندهم وتنعكس. نعم. أنه والله أبوي هذا أمي، أو أمي هذا. نعم. أبوي. ومثل ما قلتي المبالغة في هناك آداب معينة. نعم. وسلوكيات ممكن إحنا نتبعها بحيث أنه ما نبالغ في هذه الهدية. نعم. يعني شوفي، يعني في مناسبات متكررة، في مناسبات يعني ما تتكرر، مثلا الزواج، نزلة بيت، أول طفل، هذه أشياء ما تتكرر يعني دائما. لكن مثلا في مناسبات تتكرر باستمرار مثل الحمل، يعني هاي ما يعني تكون الهدية يعني بسيطة، يعني بعد ما فيها يعني تسبب لي ضغط نفسي، عرفتي؟ نعم. نعم. يعني مثلا احنا نحب نهديهم ويهدوننا، لكن في نفس الوقت ما تسبب لي ضغط يعني اجتماعي، يعني الأطفال لما يشوفون الأبوين يتهادون. نعم. هذه زيادة الاستثمار، قلنا في البنك الاستثمار الحقيقي. نعم. بين الأبوين بر ومودة ومحبة، مثل ما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني
يعني يهدي ويقبل الهدية، لكن ما نبيه تكون في مجال أن تكون فيها المبالغات اللي مرفوضة، اللي قد تسبب ضغط علي مالي أو ضغط اجتماعي، أو حتى تلقيني والله مو برايحة أو أعتذر. شوفي بصير هنا قطع علاقات الآن. نعم، لأني ما أقدر أقدم، لأن ما أقدر أقدم له نفس الشيء. نعم. يمكن هي مستواها الاجتماعي تستطيع أن تقدم لي هدية يعني غالية، لكن أنا ما أقدر أقدم لها نفس المستوى، فتلقين تصير فصل ما بيني وبينها. صحيح. ما أقدر أروح لأنها استحي. نعم. مع أن الهدية يعني بقيمته وليس بتسعير الشخص، لأن أكيد. لما نعطيك هدية هاي مو بسعرك، نشتي أغلى من كذي. نعم. لكن هاي بس إن أنا تذكرتك في المناسبة الحلوة اللي أنت تحبينها، في نجاح، في ولادة، في نزلة بيت، في حفل. وبعدين أنا أقول يعني أصلا التهادي موجود عندنا في المجتمع القطري من زمان. صح. يعني من عاداتنا الجميلة في رمضان وغير رمضان، ودين صحن عيش ودين صحن مضروبة، هاي يعني وما زال مستمر، عرفتي؟ لكننا شيء موجود عندنا في طبيعتنا، في الطبيعه القطريه. صحيح. ان المهاده سافرت مثلا، كانت الحاج تجيب الكساوي وتجيب البخور والعود. نعم. والطيب، فيعني هاي عاده جميله جدا، ما نبي تنقطع، ما نبي تنقطع بسبب المبالغات والمجاملات. نعم. اللي تاتي علي من الجانب المالي والنفسي. صح. حتى أستاذة شيخة يعني في روحاتنا العادية وفي يومياتنا العادية، ممكن أنا أروح مثلا محل من المحال في السوق أو شيء كذي، وأشوف مثلا هالقطعة والله حلوة حق أستاذة شيخة، ليش وأنا مثلا ما أخذها، والله تنقصتها لك، شفتك فيها. نعم. على مستوى هذه الرمزية أحيانا حتى الكلمات. نعم. النصيحة هدية. نعم. شو تقولين فيها؟ إيه نعم، هاي حتى والله سبحان الله، أمس يعني على الموضوع ذكرت أقول سبحان الله، عمر بن الخطاب يقول رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. نعم. يعتبر هدية، لأن المسلم. صح. مرآة أخي. صح. فقد أنا ما أشوف نفسي، أنت تشوفيني، فلما تنصحيني معناته أعطيتيني أعظم هدية، أن أنا قد أتلافاها في المستقبل. ويمكن أنا ما أشوف نفسي، ففعلا أنت تشوفيني مسلم مرآة أخي. فيعني حتى الهدية قد تكون بالكلمة الطيبة، الموقف الطيب أوقف معهم. نعم. قد أهدي لهم وقوفي معها، هاي بروحها هدية. صح. يعني استماعي. نعم. لها قد. نعم. تكون عندها مشكلة ولا عندها شيء، بس تبين أستمع لها، هذه ترى هدية بترتاح نفسيا. هي الهدية هدف زيادة المودة والقرب والود بين الناس، تعبير عن المحبة والمشاعر الطيبة تجاه بعضنا. حتى يعني إيش كثر إحنا كأولياء أمور ممكن نغرسها في أبنائنا، ونشوف الإخوان يهادون بعضهم البعض. أيوة. يعني بالنسبة للأبناء يحتاجون في بعض الأحيان، بس مو كل شيء. يعني مثلا ادرس بايب لك، انجح بايب لك، سوي لا مثلا نجح يب درجات جميلة، أقول له لو يبت إن شاء الله درجات جميلة وحلوة أنا بعطيك هدية، وما في شيء، بالعكس هاي مثل الاستثمار. نعم. البنك الاجتماعي والعائلي. نعم. يعني هاي اللي أنا استثمر فيه، الحب الحقيقي للأبناء، ما في شيء أنا أهديهم. هدي أقول له مثلا والله بسافرك، أهديك إنه مثلا أعطيك شيء تحبه، لكن يعني حلو. على نتيجة عملك ومجهودك اللي بذلته أنت تستحق الهدية الفلانية. لكن دائما بين فترة وفترة الواحد يهديهم من غير مناسبات، عشان يتعلمون إنه مش دائما يعني سو وتاخذ. صحيح. لا، مثل ما قلتي مثلا أتنقص، مثلا احنا مثلا اليوم أنا عندكم يعجبني هاي لحداكم الخبز الزرقاق. إيه؟ بأشكاله. نعم. أنا دائما أمر وأخذ ونروح الشغل ونأكله مع بعض. صحيح. حلو، بشيء بسيط وغير مكلف. صحيح. لكن يعني أحب هما يأكلوا معي، ويعني وأحب نأكلوا يا بعض، فليست الهدية مثل ما قلنا بقيمتها، ليست تسعير. أكيد. إنما محبة ومودة يعني. أكيد. ومن باب المحبة والمودة أستاذة شيخة، متى آخر هدية جاتك؟ والله توه، مع أن أنا ما أحب والله هاي الحركة يعني من بناتي. قلنا تهادوا تحب. إيه، لكن أنا ما أحب يعني من بناتي فديتهم يعني، بس أنا ما أحب ما اليوم الأم أقول لهم لا تسوون، يعني ممكن تجيبون هدية في أي وقت. محبة من الله. يفديتهم الله وأنت أمهم وتاج راسهم. فديتهم والله. أي والله ما يقصرون. أكيد أكيد يعني. وهالهدية نيات مثل ما قلتي، هي تحمل، ما تحمل قيمتها المادية، تحمل قيمتها المعنوية، فما بالك لما يبونها قبل يعني فترة. بس إنه يعني أقول لهم أنا لا تجيبوني، أنا أقول لهم بعد لا تجيبوا لي هدية يعني، كلش ما أبي منكم شيء يعني، فاي المحبة والمودة والله. لا يكفي هذا الرابط الأمومي اللي بينك ومن بينهم، وهذا ديدن المحبة مثل ما يقولون. الله يرضى. كلمة أخيرة فيما يخص الهدية شو تقولين فيها؟ أقول تهادوا تحابوا مثل ما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن بدون ما تكلفون على نفسكم وتسببون ضغط نفسي أو مالي لكم. باتزان يعني.
كل شيء خير الأمور الوسط في كل شيء. نعم. تعبير عن تذكركم للشخص وليس عن قيمة الشخص عندكم لما تعطون الهدية. نعم، ومن هذا الكلام أصلاً اللي يعني تفضلتي به أكيد وصل هدية منك من القلب إلى قلوب مشاهدينا ومستمعينا الكرام، والله لا يخلينا منك. الله يسلمك. معنا إن شاء الله كل أسبوع على صحتك وسلامتك السادة الشيخة المفتاح. ومشاهدينا أنتم معنا في هذه الساعة الصباحية، استعرضنا لكم فقراتنا المنوعة ومواضيعنا المختلفة. تواصلكم الدائم يشرفنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. كونوا بخير في أمان الله.